السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الامتحان العاشر من بكرة اسباير. اول سؤال بيقول لي: ذا تيشر سيد سارة از ذا بيست ان ذا كلاس. المدرس قال لسارة ان هي افضل بنت في الفصل. اي ثينك، انا اعتقد. شي هاز اي سنس، شي هاز هير دوتر. طيب جهاز ايه؟ عندي بايز منحازة، بايز الانحياز، ديس بليزد يعني اغضب، وميس بليزد يعني وضع الشيء في غير مكانه الصحيح. يبقى انا عندي جهاز، انا عايز تصريف ثالث، يبقى بايز. بايس اسم مش هتيجي بعد هاز. ومعنى الجملة بيقول لك ايه بقى؟ المدرس قال سارة، قال سارة is the best in the class، هي افضل واحدة في الفصل. I think she has biased. has biased يعني انحازت. since she has her daughter مش ام ايه جابت بنتها يعني. طيب امتلكت ابنه. not rude to arrive، late to a wedding. ماشي، يعني بيقول لك ايه؟ يعتبر وقاحه ان انت تاتي متاخرا لحفل الزفاف. يبقى it is considered، it is considered rude to arrive. it is considered rude to arrive. it is considered وبعدين is صفة وبعدين to المصدر، يبقى it is considered. رقم ثلاثة: women have to، يجب أن، traditions التقاليد، and stereotypes والأنماط التقليدية، to achieve fully equality، عشان يحققوا مساواة كاملة with men، مع الرجال. يبقى يجب أن هما إيه؟ يواجهوا أو يتحدوا أو يتغلبوا على اللي هي كلمة defy، يعني تساوي كلمة overcome، تساوي كلمة challenge. كواليفاي يعني يؤهل، وديفاين يعني يحدد او يعرف. وكلمة ديفيس يعني يمحو او يشوه او يطمس. رقم اربعة: زي ليت اس، ليت مفعول مصدر يبقى بارك. وي اول شود تراي تو تشوز برودكتس، نختار المنتجات ذات نقط the least harm to the environment، اللي بتسبب اقل ضرر. طيب يسبب يعني ايه؟ يعني cause. طيب ليه cause مش make او does؟ مش احنا بنقول do harm؟ ماشي، بس احنا دلوقتي شغالين على ايه؟ البرودكتس، البرودكتس دي جامعة مينفعش معاها does، يبقى انا عايز فعل ما يكونش فيه اس. طيب يبقى cause the least harm، اقل ضرر. I caught a cold at school، جالي برد في المدرسة a few days ago، منذ أيام. منذ أيام. كود دي في الماضي. and نقط. المفروض إن الجملة اللي بعد and تتبع اللي قبل and، بس هو هنا حور في الجملة وقال لك ever since. طب ما أنت جبت لي ever since، يبقى انت كده خليتني اكتب الشق التاني من الجملة مش في الماضي. وانا اكتبه في ايه بقى؟ هكتبه في المضارع التام. ليه؟ علشان ever since. يبقى have been. ليه have been؟ عشان ever since. ever since بيجي قبلها مضارع تام، زي since بالظبط. now. طب ليه مش has been؟ لان انا بتكلم الفعل بتاعي اي.
now people الناس الآن not on the era of President مبارك في عصر مبارك when prices were low عندما كانت الأسعار منخفضة. طيب الناس ايه بقى؟ look back on بيتذكروا look back on بيرجعوا للخلف بذكرياتهم بينظروا في ذكريات الماضي بتاعت عصر مبارك ان الاسعار كانت منخفضة. بينظر لذكريات الماضي او يستدعي ذكريات الماضي يعني ايه؟ يعني look back on look back on. رقم 8 which of the following sentences gave the meaning of مين في الجملة اللي جاية دي يعني بيدي نفس المعنى للجملة دي although it wasn't necessary بالرغم ان هي مش ضرورية to go to work early ان هي تذهب للعمل مبكرا نذهب للعمل مبكرا علي went there an hour before the official time علي وصل ساعة مبكرا بدري قبل وقت العمل الرسمي. طيب اول جملة بتقول لي علي has to go كان يجب عليه ان هو يذهب للعمل ساعة مبكرا لا طبعا ما كانش يجب عليه ده هو ذهب قبل الميعاد لوحده كده. علي don't have to go to work an hour يعني ما كانش لا يجب عليه ان هو يذهب للعمل مبكرا طب ماشي بس دي في المضارع وانا عايز ان هو ما كانش يجب عليه طيب انما دي مضارع لا يجب ما ينفعش انا عندي الكلام في الماضي. علي need to have gone to work an hour early need to have gone دي معناها ايه؟ معناها ما كانش يجب عليه يعمل الحاجة دي لكنه عملها دي بتساوي shouldn't have والتصريف التالت يبقى رقم سي ما كانش يجب عليه يعمل حاجة في الماضي لكنه عملها. رقم دي علي should have gone كان يجب يعمل وما عملش لا طبعا ده هو عمل وما كانش يجب عليه انه يعمل يبقى رقم سي. طب ممكن استبدل سي بايه اللي هي نيد انت هاف والتصريف التالت بشود انت هاف والتصريف التالت ما كانش يجب عليه. طيب انا ما كانش يجب عليه ولكنه عمل يبقى رقم سي. انا امال هات بقى هات تو المصدر هات تو المصدر كان يجب عليه هو عمل كان يجب عليه هو عمل. امال ما كانش يجب عليه لكنه عمل ما كانش يجب عليه لكنه عمل شود انت هاف والتصريف التالي. طيب انا always feels دائما بتشعر انت عندك feels من الافعال اللي بيجي بعدها صفة يبقى هاب اللي تطلع برا براود صفة و envious صفة و jealous صفة. طيب every time her husband looks at another woman يعني قالة تشعر بالغيرة في كل مرة زوجها بينظر لست تانية. ايه الفرق بين جيلس و انفياس؟ انفياس حسود انما جيلس غيور يبقى هي غيورة يبقى جيلس انما انفياس يعني حسود بيحسب بالعين ما تنفعش وبراود فخور برضو ما تنفعش. I get annoyed phone calls انا بحصل على مكالمات بتضايقني so the telephone company لذلك شركة التليفونات is going to change my number هتغير تليفون هتغير الرقم بتاعي. This means that ده معنى ايه؟ I am going to change it انا غيره لا طبعا مش انا اللي غيره ده شركة التليفونات اللي هتغيره. The company had to change it الشركة هتغيرته لي لا الشركة ما غيرتهوش ده بتكلمني في الماضي وانت الكلام عندك فوق في الموضوع في المستقبل هتغيره لسه يبقى الماضي يطلع بره وفي رقم دي برضو الماضي يطلع بره. طيب ورقم سي I am going to have it changed يعني اخلي الشركة تغيره ده في المستقبل يبقى رقم سي الإجابة الصحيحة. رقم 11
to achieve success in your life، علشان تحقق النجاح في حياتك. It helps، ده بيساعدك في ايه؟ if you not yourself clear goals، تحدد اهدافك بوضوح. يحدد هدف يعني set goals. 12 I am the boss، انا الرئيس. I am not used to not what to do، انا مش متعود ان حد يقول لي انا اعمل ايه. يعني ايه؟ يعني الجملة كده مبنية للمجهول بعد used to. طيب مبني used am used to بيجي بعدها ال ing عموما، يعني am is am و is و are و was و were، وفعل grow، فعل become، وفعل get، كل دول لما بيجي قبل used to بيجي بعدها ال ing او is. طيب يبقى اذا تل تطلع بره لانها مصدر عايزه used to بس. وبي تولد برضو تطلع مرة برا لان دي مجهول من المصدر، يبقى انا عندي تيلينج وعندي بينج تولد. طب جملتي معلومة ولا مجهول؟ بعد يوز تو جملتي مجهول، ما باخدش اوامر من حد، مش متعود ان حد يقول لي حاجة يقول لي اوامر، يبقى بينج تولد. يبقى تيلينج تطلع برا، يبقى الاجابة بينج تولد. 12 طب رقم 13 I feel so، قلنا feel من الافعال اللي بيجي بعدها صفة، وكل اللي تحت دول صفات. كونتنت قانع، ساتسفايد قانع، كروس غاضب، ريلاكسد مستريح. ويز ماي سيلف وين اي فول ان ايزي براي، يبقى انا بغضب لما انا بقع فريسه للحيل السخيفه بتاعت صديقي. يبقى يغضب يعني ايه؟ يعني كروس، سو انجري. يو ويل ليت مي، انت هتخليني نو اعرف وات زي سيد تو هيم، اللي هم قالوا لك. عايز يعمل سؤال مزيل، هو كاتب يو ويل، يبقى احنا بنعمل ريفيرس للموضوع ده، بنجيب ويل في الاول وبعدين الضمير، وبعدين لو هي مثبته بنخليها هي منفيه، بنخلي ورا منفيه، يبقى وانت يو سؤال مزيل. عندك يو ويل مثبته، هتقلب من اللي انت ريفيرس تبقى ويل يو، تنفيها تبقى وانت يو. رقم 15 مين في دول معمولهم ترقيم صحيح؟ I have no secret of success but hard work، سوى العمل. بيقول لك انا ما عنديش يعني سر نجاح الا العمل الجاد. طيب يبقى الجملة دي صحيحة ما فيهاش حاجة، مظبوط. تعال نشوف رقم بي غلط في ايه. رقم بي غلط ان هو جايب كومة قبل بط، ما بيجيش كومة قبل بط. طيب تعال سي بقى غلط في ايه يا سيدي؟ سي غلط في ايه؟ غلط ان هو ما جابش الابوستروف بتاع اي هاف. طب رقم دي جايب في اخر جملة، واحنا بنجيب في الاخر كومة، لما بنجيب سيد في الاخر بنجيب قبل الاقواس كوما في نهايه الجمله اللي بالاقواس كوما، مش بنحط نقطه. خلاص ليه كوما مش بنحط نقطه؟ ليه كوما مش بنحط نقطه؟ علشان احنا بنكمل الجمله وبنقول سيد ماي سيستر، يبقى احنا كده بنكمل جمله لسه ما خلصتش عشان نحط نقطه. يبقى احنا بنحط ليه كوما في اخر جمله الاقواس جوه الاقواس، عشان هنكمل الجمله بعد الاقواس بكلمة said my sister، وبعد كده نحط نقطة في الآخر. رقم 16 which of the following could start an essay، يبدأ المقالة about what can learn from older people، اللي نقدر نتعلمه من الناس الكبار in society في المجتمع. The elderly are seen as less valuable، الناس الكبار دول بينظر لهم على انهم اقل قيمة since they have no strings، منذ انهم ما كانش عندهم قوة، ما بقاش عندهم قوة. طبعا دي غلط، احنا بنقول نتعلم مش نقول ما عندهمش قيمة، دي غلط كده. Seniors الكبار يعني have a wealth of knowledge، عندهم كنز من المعلومات، to share انهم يشاركوه،
طبعا دي برضو صح، الجملة دي صح. have a wealth of knowledge، نشوف الباقي برضو. when spending، لما احنا نيجي نقضي الوقت with the older generation، مع الأجيال الأكبر. juniors الصغار learn something new، يتعلموا أشياء جديدة، برضو الجملة دي صح. يبقى الأجيال بتاعت الرقم دي اللي هي بيو سي. 17، الراجل بيقول لي which of the following is an example of a reflective text، نص reflective تأملي. التأملي ده بيبقى في ايه؟ في كتابة المذكرات، ان انا بقعد اتأمل احداث الماضي واكتبها في دايري، مذكرة مفكرة، يبقى دايري. اوتوغرافي سيرة ذاتية، نيوز بيبر ارتكل اللي هي الجريدة، مقالة في الجريدة، ادفرتايزمنت اعلان. نيجي للترجمة، الترجمة بتقول لي يعتقد البعض انه بمجرد الوصول لمرحلة عصرية ما، انه بمجرد الوصول لمرحلة هنا في عصرية، هنا عمرية، عصرية عمرية. يبقى احنا لازم نشوف هي عصرية ولا عمرية. some people think that once you reach a certain age، certain age يعني ايه؟ مرحلة عمرية يعني سن، يعني يبقى عصرية تطلع بره، وعصرية تطلع بره. يبقى فاضل عندي بي وعندي دي. فمن الصعب ان نتعلم مهارات جديدة ومع ذلك فكبار السن ربما يواجهون، في هنا يواجهون وهنا يتجنبون. طب هي يتجنب ولا يواجه؟ قالك تشالنج، تشالنج يعني يواجه، يبقى يتجنب يطلع بره. يبقى الإجابة بتاعتي رقم بي. لا تستطيع الأدوية أن تجلب السعادة لحياة الإنسان. طيب فين الأدوية وفين المخدرات؟ والمخدرات والمخدرات، طب هي الأدوية ولا المخدرات؟ طيب drugs can not bring happiness to one's life. طيب ايه هو هنا قصده على المخدرات؟ يبقى أدوية تطلع بره. طيب رقم عندي بي وسي ودي، سعادة لحياة الإنسان. إذا فكر الفرد بهذه الطريقة فهذا مجرد وهم، ولذلك من الأفضل أن نتجنب شركة، أن نتجنب شركة، هنا في شركة، وهنا إيذاء، وهنا صحبة. Please avoid the company. Please avoid the company يعني نتجنب صحبة، company يعني صحبة. طيب يبقى طبعا إيذاء دي تطلع بره، وشركة تطلع بره. هي company أصلا معناها شركة أو صحبة، بس هنا معناها صحبة. يبقى الإجابة بتاعتي رقم دي. بيقول لي employees الموظفين، مالهم موظفين؟ usually prefer to hire someone who whom who فين هو؟ هنا هوم، هو طيب. هوم لغير العاقل، وهو للعاقل وغير العاقل، قصدي هوم للمفعول وهو للفاعل والمفعول. طيب يؤجره شخص ما، هو هاف. طب شخص ما، انت عندك هنا هاف، وهنا هاز، وهنا هاز، وهنا هاز. طب سام وان،
someone بيجي معاها الفعل مفرد لكن الضمير بتاعها جمع. someone و anyone و something كل الكلام ده بيجي معاها الفعل مفرد لكن ضمير عائل عليهم جمع. طيب الضمير العائل عليهم ايه؟ جمع. الفعل مفرد لكن الضمير جمع، يبقى هاف مش نافعة لان هو هاز بقى كده. طب ماشي، يبقى في التلاتة بي وسي ودي. طب فيور ومور وليس. طب فيور اكسبيرينس، فيور ما جيش قبل اكسبيرينس لان فيور عايزة اسم جمع بتطلع بره برضه. طيب مور ولا ليس، يعني اكثر ولا اقل؟ بيقول لك بقى ايه، هاير سام وان هو هاز مور اكسبيرينس، توظيف ذوي الخبرات الاقل، يبقى هو عايز الاقل، يبقى مور تطلع بره، يبقى دي الاجابه الصحيحه لانه عايز ليس اكسبيرينس، خبره الاقل. نيجي بعد كده للترجمه اللي بعد كده، بيقول لي زمين تارجت. تارجت يعني هدف. of constructing new cities is to avoid. جينا بقى من بعد avoid، avoid بيجي بعدها الفعل ing، يبقى كده مظبوط. طيب avoid ما بيجيش بعدها طول مصدر. طيب avoid بيجي بعدها ing برضو مظبوطة، avoid ما بيجيش بعدها طول مصدر. يبقى انا عندي A وعندي C، A و C. building on cultural وهنا agricultural، agricultural الزراعة وهنا cultural ثقافي. طيب والراجل قال لك الأراضي الزراعية، يبقى culture الثقافة تطلع بره، يبقى رقم A الإجابة الصحيحة. وبكده نكون خلصنا الامتحان العاشر من بوكلة أسباير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.